مساء الخير، حلقة جديدة من سوريا اليوم، أهلا بكم. نيمم وجهنا نحو الجنوب السوري، فوضى عارمة وتوتر مشحون بالاصطفاف وانقسامات تتجه إلى أن تكون عميقة بين أبناء جبل العرب الذين انفلتت الأمور أمنيا في مناطقهم في محافظة السويداء، وذلك على خلفية التنافس بين بعض المجموعات وصل حد استخدام السلاح والاشتباك. صراع متصاعد على مدار الأشهر الماضية شهد تحركات ودخول تشكيلات جديدة وشخصيات فاعلة في عملية تحويل المنطقة إلى بؤرة صراع شكله الخارجي قد يبدو بين مؤيد ورافض للنظام، إلا أنه يحمل في طياته تنافسا على السلطة والأموال المتولدة من تجارة المواد الممنوعة. فكيف يمكن قراءة المشهد عن قرب في السويداء؟ ومن هم أطراف التصعيد الأخير؟ وما هي أهدافهم؟ وما دور العوامل الخارجية في تأجيج الاقتتال والانفلات الأمني؟ أما في المحور الثاني لحلقة اليوم فسوف ننتقل من جنوب سوريا إلى شرقها، والذي تحول إلى ملاذ ترتع فيه ميليشيات عراقية مدعومة من إيران وتحاول من خلاله الحفاظ على خط طهران بيروت حاضرا عبر بغداد ودمشق. غارات جوية نأى الجميع عن تبنيها حتى التحالف الدولي. استهدفت شاحنات محملة بالعتاد والسلاح لإحدى ميليشيات الحشد الشعبي العراقي التي تضرب من جديد بعد استهداف مطار أربيل. استهداف يحمل رسائل لا تخفى على كل ذي لب، فالسماح بحرية نقل السلاح والعتاد من إيران إلى أذرعها لم يعد مسموحا به. لكن الإحجام عن تبني العملية يثير تساؤلات عدة، فمن يقف وراء عملية الاستهداف الأخيرة؟ وما الرسائل التي يحملها بين جنباته؟ وما مآلات التصعيد بين إيران وأذرعها من جهة وبين خصومها من جهة أخرى؟ قالت صفحة السويداء 24 إن حركة رجال الكرامة طالبت الأجهزة الأمنية التابعة للنظام في محافظة السويداء، طالبتهم برفع الغطاء عن الأفراد والمجموعات المنتسبين لهذه الفروع، مطالبة بمحاسبتها قضائيا وسحب السلاح منها أو ترحيلهم خارج السويداء، وذلك وسط تحذيرات من تدهور الوضع أكثر في ظل ظروف إنسانية ومعيشية صعبة تشهدها المحافظة. تعم الفوضى أرجاء محافظة السويداء متمثلة بقطع للطرقات وحصار لمقار النظام وملاحقة موالين له، العنوان العريض لكل ذلك اقتلاع المسيئين، كما يقول كل من فصيلي رجال الكرامة وقوة مكافحة الإرهاب المشكلين من عناصر لا ينتمون للنظام. الصراع المتصاعد في السويداء على مدار الأشهر الماضية شهد تحركات ودخول تشكيلات جديدة والكشف عن شخصيات فاعلة في عملية تحويل المنطقة إلى بؤرة صراع شكله الخارجي قد يبدو بين مؤيد ورافض للنظام، إلا أنه يحمل في طياته تنافسا على السلطة والأموال المتولدة من تجارة الممنوعات التي تتصدرها المخدرات بكل أصنافها حتى الكيميائي منها. آخر التطورات في السويداء شهدها مركز المدينة الذي اخترقه مئات العناصر من فصيل رجال الكرامة محاصرين فرع الأمن العسكري التابع للنظام والداعم لأحد أبرز مهربي المخدرات المعروف باسم راجي فلحوط، من دون التوصل إلى نتيجة مع خلو المقر من عناصر النظام وعدم وجود المطلوب. التوتر لم يقف عند حدود مدينة السويداء، فانتقل إلى ريفها وتحديدا بلدة عتيل التي شهدت اشتباكات وهجوما من قوة مكافحة الإرهاب المشكل مؤخرا تحت جناح حزب اللواء حديث العهد على الساحة الجنوبية. تتقطع الطرقات وتتوسع دائرة المواجهات وتغيب سلطة النظام غيابا تاما، والغياب ذاته يلاحظ على القيادات الدينية والعشائرية في منطقة حكمت على مدار قرون من خلال قيادتها الروحية التي تجزأت هي الأخرى بين مؤيد ورافض.
هذا وشهدت محافظة السويداء تحركا واسعا لحركة رجال الكرامة، وذلك على خلفية احتكاك حصل على أحد الحواجز، حيث قامت مجموعات من رجال الكرامة بإغلاق جميع الطرق الرئيسية المؤدية للمدينة ونشر حواجز تابعة لها، بالإضافة إلى تطويق فرع الأمن العسكري من جميع الجهات منعا لوصول أي مؤازرة ومنع خروج ودخول العناصر التابعة للفرع. بالنسبه لهي اللي صار امبارح، السبب الرئيسي له يعني انا بجهله، ولكن كثير خطوه مهمه ان نستأصل المنبع تبع هاي العصابات، عصابات الخطف اللي عملت هاي المشاكل. وهي العصابات لازم كان من السهل استئصالها من قبل، العصابه معروفه، القائد العصابي معروف وين توجهها وين تحركها وين، كان من السهل استئصالها حتى من المخابرات او من الامن، كانوا فيهم استأصلوها لو ما هني مشغلينها وهني دايرينها. في خلط أوراق بالمحافظة، في مخطط للمحافظة، كل هاي العملية بعتقد حتى يبرروا دخول الجيش لمحافظة السويداء ولم 40,000 مطلوب المتخلفين عن الجيش والتحاقهم بالجيش. نناقش هذا الموضوع مع الباحث الأكاديمي السيد فايز القنطار، وهو معنا من مدينة ليون الفرنسية، وأيضا ينضم إلينا من السويداء الصحفي فهد الحوراني. أهلا ومرحبا بكما. سأبدأ معك فهد، يعني ما هي أبرز المستجدات بخصوص التوترات الحاصلة في السويداء وماذا جرى في الساعات الأخيرة؟ يسعد مساكم جميعا. حاليا عم تم حركة رجال الكرامة وقامت بعملية مداهمات لبعض الأفراد المتهمين بتجارة المخدرات والخطف، وعم نترقب بيان واعترافات، يعني بيان الحركة واعترافات لهذول الناس. وبس بالبداية حابب نوه أنه حركة رجال الكرامة شيء، وعصابات الخطف والقتل والمخدرات المدعومة أمنيا شيء ثاني. وحقيقة هاي العصابات ظهرت لخلط الأوراق بينها وبين حركة رجال. نعم فهد، هل ما تزال هناك أيضا تحركات من قبل حركة رجال الكرامة حول فرع الأمن العسكري في السويداء؟ ماذا جرى بهذا الخصوص؟ حول الفرع الأمن العسكري ما انسحبت القوات، ولكن بعدها قاطع الطريق على بلدة عتيل يعني، والعالم مرتاحة للحقيقة. يعني الارتياح اللي صار عند سكان مدينة السويداء مبارح واليوم هو يعني كثير ارتياح، لأنه بالحد الأدنى ما صار في ولا عملية سرقة ولا إطلاق رصاص عشوائي ولا شيء مثل ما تعودنا من 2015 ولهلق. يعني كيف انفض هذا الأمر فهد ما بين حركة رجال الكرامة وفرع الأمن العسكري في السويداء؟ امبارح نزل بيان
هلق البيان مشكوك بأمره، ونزل بيان من صفحة شعبة المخابرات العسكرية عم تقول فيها أنه هي ما عندها أي ارتباطات مع جماعة راجي أو مزهر أو ما إلى ذلك. إيه. وبالتالي بعدها يعني ما زالت قاطعة الطريق على عتيل. نعم. يعني بعدها ما خلصت لحد الآن. نعم. لم تنتهي إلى حد الآن، ماذا يحدث هناك؟ بعد مثل ما تفضلت انه بعد توقعاتي وعم نطالب الاجهزه الامنيه بتسليم او بمحاسبه ظلمه بالنهايه، يعني هي ظلم الامن العسكري، وفينا نقول انه هي افضل واسلم الخيارات الممكنه يعني قامت فيها الحركه، لانه راحت فورا لعند المشغلين، ما راحت اصطدمت مع 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 الاشخاص يعني وجها لوجه، وبصراحه مش دوره. نعم، سأنتقل إلى مدينة ليون الفرنسية مع الباحث الأكاديمي فايز القنطار. أهلا ومرحبا بك مجددا. يعني كيف يمكن قراءة هذا المشهد في ظل حالة الفوضى التي تعيشها محافظة السويداء بين فصائل تابعة للنظام وفصائل أخرى رافضة له؟ يعني هناك توهان في البوصلة. مساء الخير لك ولمستمعيك الكرام. أخي الكريم، الوضع في السويداء وضع لم يعد يحتمل، يعني منذ أكثر من عدة سنوات عملت أجهزة النظام على رعاية عصابات الخطف وعصابات القتل وعصابات السرقة بهدف خلق هذا الاضطراب الأمني في 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 الجنوب عامة. يعني الوضع في السويداء غير منفصل عما يحدث في درعا، وكأنه يعني يعمل النظام على اشغال المجتمع الأهلي في السويداء في مشكلاته الداخلية وتحويل كل أنظار الناس عن هذا الوضع الذي لم يعد يحتمل. يعني في السويداء كغيرها من المدن السورية والمحافظات السورية تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات العيش، من توفر الوقود، من الكهرباء، من إذن إلهاء الناس في هذه الصراعات الداخلية وتحويل هذه الصراعات إلى صراعات ذاتية، صراعات أهلية بين الناس فيما بينه. الوضع لم يعد يطاق. تأخر رجال الكرامة في مسك الشارع، عليهم الآن أن يأخذوا بأنفسهم في حماية أمن الناس، في حماية أرزاق الناس، في حماية أرواح الناس من هذه العصابات المنفلتة التي تغطيها الأجهزة الأمنية منذ عدة سنوات. البيان الذي صدر بالأمس للتبرؤ من هذه العصابات هو غير صحيح. كل هذه العصابات تم العثور معها على بطاقات أمنية مرخصة من قبل أجهزة الأمن، مرخصة للقتل، للخطف، للتجارة المخدرات، للتعدي على الناس، لخلق حالة من الذعر في المجتمع السويداء. لكن يعني أخطر ما يقوم به هذه الأجهزة هو اللعب على الأوتار العائلية والمناطقية وتحويل هذه الصراعات إلى صراعات بين العائلات وبين المناطق المختلفة. على رجال الكرامة أن يأخذوا مسألة الأمن وإشاعة الأمن في المنطقة، لأنه أهل السويداء فقدوا الثقة من أجهزة الحكومة، أجهزة شبه الدولة التي لم تعد تكترف لا بأمن المواطن ولا بحياته ولا بمقومات هذه الحياة. نعم. فيعني على المجتمع الأهلي الذي يدعم الآن رجال الكرامة أن يحتضن هذه الحركة لكي تتمكن من فرض الأمن ومن فرض ومن يعني عدم السماح بهذا الفلتان الذي لم يعد يطاق. نعم سيد فايز، كيف تنظر أيضا إلى مطالبة حركة رجال الكرامة إلى محاسبة المسلحين أفراد العصابات قضائيا، وأيضا سحب بطاقاتهم الأمنية أو ترحيلهم خارج المحافظة؟ هل سيكون هناك استجابة لهذه المطالب من رجال الكرامة؟ يعني أعتقد بأن رجال الكرامة عندما يتقدمون بهذه الطلبات يعرفون جيدا بأن هذه العصابات تقتل وتخطف وتطالب بالفدية وتتقاسمها مع أجهزة الأمن. صديقي، يعني الكثير من أجهزة الأمن يتم تمويلها عن طريق هذه العصابات، فكيف لا أن تطلب من هذه الأجهزة محاسبة هؤلاء؟ هؤلاء هم خارج إطار القانون وخارج المحاسبة.
لأنهم يتمتعون برعاية وحصانة أمنية، والأمن هو الذي يرعى هذا الفلتان الأمني في المحافظة. إذن لا يمكن أن يستقيم ذلك. الآن يجب أن فتح صفحة جديدة وعدم الثقة بهذه الأجهزة، لأنها لا تحاسب أحد والكل خارج إطار القانون وخارج إطار القضاء. على هذه الحركة أن تنظم عمليات المحافظة على الأمن وتطبيق القانون من قبل القضاء. القضاء في السويداء اليسار يتمتع بنزاهة مميزة في الحقيقة، يعني لم يدخل في لعبة الفساد وفي لعبة ما تريد السلطة. أن يحتاج إلى قوة لتطبيق القانون، وهذه القوة غير موجودة الآن. القوة الموجودة، القوة أجهزة النظام على العكس تعمل على تفكيك المجتمع، تعمل على تفتيت وحدته، تعمل على أن يتحول إلى اقتتال داخلي عائلي أو مناطقي. فهذا الأمر، ويعني على السوريين أن يدركوا هذا، كأنه هناك مخطط يهيئ للجنوب، لجنوب سوريا. يعني أحداث السويداء ليست منفصلة عن أحداث درعا. وأخ كريم، يعني عندما وصلت البلاد إلى ما وصلت إليه من هذا الوضع المتردي، من هذا الوضع الكارثي، من هذا الوضع الاقتصادي الذي لم يعد يطاق، لا أمل للجميع في الخروج إلا بالوقوف صفا واحدا وإنهاء هذه الصفحة الأسدية السوداء التي أخذت سوريا إلى هذا الوضع الغير مسبوق، والتي أصبحت في ذيل قائمة الدول الفاشلة في العالم. يعني أنا الآن نضع أن يوضع حدا لكل هذا التدهور وكل هذا الانهيار في المنطقة وفي سوريا بشكل عام. نعم، سأعود إلى فهد الحوراني. فهد، يعني أهالي السويداء كيف يتفاعلون مع هذا الانفلات الأمني والتوترات الحاصلة في محافظتهم؟ تمام. بالبداية، يعني مثل ما وضحت قبل، كان في ارتياح، وما زال طبعا ما زال في ارتياح شعبي واسع لتحركات حركة رجال الكرامي. قلت لك بالحد الأدنى ضمنانين ما يصير حالة خطف أو سرقة أو زوران معهم بطاقات يطلقوا رصاص بالهواء مثلا ويثيروا الذعر. يعني كان، يعني عبروا عن ارتياح كثير واسع. نعم. وهيك يعني. طيب، هل ما تزال هناك أي طرقات مقطوعة من قبل حركة رجال الكرامة أو يعني جماعات أخرى؟ إيه، الطريق إلى بلدة عتيل مقطوع، وأمنوا طريق ثاني للي، يعني لأنه كونه عتيل واقع على طريق الشام، فأمنوا طريق ثاني لمرور السيارات، وعم يتعاملوا مع المدنيين بكل احترام، ومع يعني ما في قطع طريق تماما، يعني في بس على بلدة عتيل وعاملين تحويله ومأمن الطريق. نعم، هنا سيد فايز القنطار، يعني فهد من السويداء يقول أن الأهالي مرتاحون لما يحدث والتحركات الأخيرة بالنسبة لحركة رجال الكرامة. هنا أيضا أسألك سيد فايز القنطار، هذا الصراع هل هو صراع بين مؤيد ورافض للنظام، أم أنه يحمل في طياته أيضا تنافسا على السلطة، تنافسا على الأموال القادمة من تجارة الممنوعات وعلى رأسها المخدرات؟ لا أخي الكريم، يعني رجال الكرامة كما قلت تدخلوا فعلا عندما طفح الكيل، تدخلوا لوضع حد لهذه الفوضى العارمة. هم ليسوا طرفا لا في التنافس على الأموال وعلى الخطف، على العكس، يعني هم أنقياء، يعني يتفق بهم محافظة السويداء. ومن هنا قلت أنا تأخروا في نحن ننتظر منذ تردي هذا الوضع، يعني أن يتدخلوا وأن يضعوا حدا لهذه الأوضاع التي لم تعد تحتمل، يعني وخاصة في مجتمع السويداء غير معتادين على هذه الظواهر الجديدة التي كما قلت تمت برعاية وبتشجيع من أجهزة رسمية، من أجهزة تقبض رواتبها من دم الشعب السوري. وهذا مشكلة هذا النظام، أنه يعني يجد الأموال يا أخي ليصرفها على العصابات وعلى تفكيك المجتمع وعلى حركة رجال الكرامة. يعني أيضا سيد فايز نفت أن تكون طرفا في الخلاف الراهن الحاصل بين قوة مكافحة الإرهاب التي يقودها سامر الحكيم من جهة، وأيضا جماعة راجف الحوط المسلحة التابعة للأمن العسكري. بالتأكيد، يعني هم طرحوا أنفسهم وهم أهل لهذه الثقة أن يضعوا حدا
للتجاوز على أرواح الناس وعلى ممتلكاتهم وعلى حياتهم، لهذه العصابات التي يعني لا تترك يوما إلا وتقوم به بعمليات خطف وبعمليات قتل وبعمليات سطو، فهي شبه يومية يعني. إذا تحركت من هذا المنطلق لتضع حد خصوصا تجارة المخدرات التي ترعاها إيران وحزب الله والنظام، يعني كل هذا يشكل خطرا حقيقيا على مجتمع السويداء. وصل الأمر إلى درجة لم تعد تطاق على الناس، وليس يعني غريبا أن تحتضن هذه الحركة لتتمكن من القيام بدورها في المحافظة على الأمن الداخلي والمحافظة على حقوق الناس وعلى حياتهم وممتلكاتهم وأرزاقهم، ومنع ووضع حد هذه الفوضى العارمة التي ترعاها الأجهزة الأمنية. نعم، وما رأيك يعني سيد أيضا فايز بالبيان الذي أصدرته الرئاسة الروحية للموحدين أدروز حول الأحداث الأخيرة في السويداء؟ والله أنا لم أطلع على هذا البيان. هذا البيان يتعلق بالأحداث الأخيرة، أي أحداث يعني الأحداث التوترات الحاصلة. البيان ألمح إلى وجود محرك خارجي للفتنة، كما شدد البيان على ضرورة الوحدة ضد من سماهم بالغرباء والمفسدين، وأشار أيضا إلى وجود مجموعات مموّلة. من هو المحرك الخارجي ومن هم الغرباء برأيك بحسب ما جاء في البيان؟ والله يعني شوف، في جزء من المشايخ هم مشايخ السلطان يعني، ويؤتمرون بأوامر قصر الجمهوري، في جزء لا أقول الجميع، لا يمكننا التعميم. لا يوجد غرباء أخي في السويداء إلا غرباء حزب الله وتجار المخدرات ومهربين، هؤلاء هم الغرباء عن مجتمع السويداء. باقي وعمل النظام منذ البداية يا صديقي على تجنيد المجرمين وأصحاب السوابق والمحكومين بأحكام طويلة المدى، أخرجهم من السجون وسلمهم معدات لمكافحة المظاهرات أولا، والآن يستخدمهم كعصابات سطو وخطف وقتل وإلى آخره لإشاعة الفوضى والعمل على تفكيك مجتمع السويداء. لأن مجتمع السويداء كما لاحظنا منذ بداية الثورة المباركة قاوم كل محاولات النظام للإيقاع بين الدروز وبين البدو، بين الدروز وبين أهلهم في السهل في حوران، قاوموا كل هذه المحاولات. بقي أمام النظام الآن يعمل على تفكيك مجتمع السويداء من الداخل عبر دعم هذه العصابات وتحويل الصراع إلى صراع عائلي مناطقي ليتمكن من إضعاف الجميع ومن الاستمرار في السيطرة على الجميع. والآن باختصار يعني سيد فايز القنطار، برأيك إلى أين يتجه المشهد؟ إلى يعني التصعيد أم التهدئة؟ والله أعتقد الآن يعني أهلنا في السويداء في أمام مفترق طرق خطير جدا. عليهم التحلي وهم أهل العقل وأهل الحكمة أن يدركوا الخطة الجهنمية التي ترتب للسويداء، أن يحافظوا على وحدتهم في ترسيخ العدل، قيم الحق والعدل وقيم الإنسانية وقيم التعاطف مع الآخر ورفض الظلم ورفض التعدي ورفض العمليات الخطف ورفض الآخر. كل هذه القيم المعروفية الأصيلة عليهم أن يستعيدوها من جديد، وأن يعملوا على وضع حد لكل هذه التصرفات الغريبة عن مجتمع السويداء، تصرفات العصابات التي شجعتها كما قلت الأجهزة الرسمية للأسف الشديد لتعيث فسادا في مجتمع السويداء وتعمل على تفكيك هذا المجتمع من الداخل. عليهم جميعا الوقوف صفا واحدا لإنهاء هذه الظاهرة ووضع حد نهائي لتفشي هذه الظاهرة الخطيرة التي تهدد الأمن الاجتماعي الوجودي لأهلنا في السويداء. نعم، الباحث الأكاديمي فايز القنطار كنت معنا من مدينة ليون الفرنسية، شكرا جزيلا لك، وجزيل الشكر أيضا للصحفي فهد الحوراني كان معنا عبر الهاتف من السويداء. مشاهدينا فاصل قصير ونعود من بعده لمتابعة حلقة سوريا اليوم.